ليه كل الرجالة لازم بعد سن الأربعين، نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات وما بعدها يزوروا عيادة المسالك البولية؟ حضرتك بتعاني حرارة أثناء التبول أو كسرة التردد على دورة المياه أو تقطيع البول أو تفريع البول أو نوم المتقطع أثناء الليل بدخول دورة المياه أو لا قدر الله دم في البول، يجب على حضرتك العودة لعيادة المسالك البولية للاطمئنان وفحص غدة البروستاتا. طبعا زيارة حضرتك لعيادة المسالك البولية أهم حاجة فيها أننا نطمن أن هي تضخم حميد، وذلك بالفحص والإجراءات الأخرى. التعامل عادة مع البروستاتا المتضخمة إما العلاج الدوائي أو التدخل الجراحي أو التدخل بالمناظير، ويشمل ذلك تبخير ويشمل الليزر الحقن في الإشعة التدخلية. كل ده بيتم تحديده بعد زيارة حضرتك لعيادة المسالك البولية وتحديد الخطة العلاجية المناسبة لحالة حضرتك. علشان كده بنصح حضراتكم بزيارة عيادة المسالك البولية والذكورة والعقم بمستشفى السعودي الألماني فرع مكة المكرمة. نرعاكم يا أهالينا.